كلب والله اللي بيعمله في الكلب احسن من بني ادمين. البني ادمين لما ياكلوا يخونوا، لكن ده على علمك مش بيخون، ده يعني صاحبك ووفي، يعني هو قاعد بلا مغزى عاوز يبوسك وخشمك ويقول لك مالك. سوبر وومن المصريه بتكحت القبور، بتطلع على النخل، بتسوق تكاتك، ولان كل حد نصيبه من اسمه، صبرية السباعي ست من قرية الحلة بمحافظة إنا رمز للصبر، وحكايتها أكبر دليل. احنا كنا ثلاث بنات، أمي قالوا عشان خلفتها بنات اتجوز عليها عشان تجيب الواد، طبعا هي عشان ثلاث بنات راح سابها ورماها. اما نقول لعمي ادينا مصاريف المدرسه، قال يا عمي انا مش معايا، ما تشحت مستعار بيهم. قلت طب لما عمي بيقول لنا كده، اما الغريب ايه هقول لنا؟ انا ما مش هكمل، مش هروح مدارس، اعلم اخواتي التنين ونكوي. يعني ربع ايام كناش عارفين نمسكوه، يعني كانت على كلمه الحرمان اتحرمنا، حتى كلمه ياما حرموها لنا بدري. بعد كده اتعلمت طلوع النار، كنت من 5 سنين اطلع حته بحته لغايه ايه متعلم. قعدت مره اركب نص وانز، اركب ربع وانز، بعد كده تعودت، خدت جرب، قلت والله المره دي اللي هجربها هطلع فوق. قعدت اجمع بس ايه الدراع دي تولع نار تتملخ عشان ما فيش مضله، تبدل دي بتبدل دي، تملا الجرجر لغايه ما تملا تنزل بكتفك ولع نار وتجمع كل حاجة، وروح الحبل ولا كان يد تتكسر بقى تعبك ده يروح هذا. أيام الكورونا طبعا زي حال العالم كله، كان في ناس كتير بتخاف تنزل من البيوت، ومنهم الناس اللي بيكحطوا القبور، وكان في وفيات كتير، وكانت الناس مش عارفة تعمل ايه، لحد برضو ما ظهرت الست صبرية. يعني أيام الكورونا جاءوا بيكحتوا شباب، جاءوا يمكن جاءوا حوالي 10، قلت لهم خبر يا شباب؟ قالوا ما خبرش، احنا راح نكحت عشان الكورونا ما حدش راجي ساعة. قلت لهم طب كيف؟ قالوا لا انت عشان بنت ما تكحتش. قلت لهم كيف يعني انت عشان رجاله وانا ست؟ لا والله لكحت معاهم. قلت قعدت معاهم وجهزت معاهم يعني في اللي الناس اللي برا جاب ساكة، اللي جاب بسكوت، كانت الدنيا هايص يعني، وهنا كانت يعني حلوه يعني الشباب يعني بالصلاة على النبي كله جي شغال. تحدث وقت التكاتك ما سابتهاش في حالها. وقت التوك توك صعبة، مش هقول لك مش صعبة، يعني هي خطر، مش هقول لك مش خطر. لما كنت لسه أول البداية رحت داخل الملف بتاع بلدنا، خدت الملف غلط، اتقلبت بيا التوك توك، الناس قاعدة تصرخ، قلت لهم لا أنا كويسة ما فيش. واحد ابن حلال رفع المكنة وساك، هو صراحة أنا ما قدرتش أسوق عشان إيه الجرة تتخلاه وجسمي قاعد يطمر. بعد كده يمكن شهر ما طلعتش ولا لقيتش حد كنت شغال عليه، قعد مركونة فين. بعد كده قلت يا عم هتقعد مركونة، لقينا واحد يشتغل عليه اشتغل. بعد كده هو طبعا سافر، ما تنفعش تقعد المكان، رحت اشتغلت، قعدت اشتغل وادي قوس وادي الشعران وادي القرا وادي العميش. بس الست صبرية رمز لستات كتير، ويمكن كل أمنيتها في بيت كريم تعيش فيه هي واخواتها، لكن المؤكد إنها تستحق لقب سوبر وومن المصرية.